بسم الله وبعد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أسعد الله أوقاتنا بكل خير، وأستلم مني تحية ألد من العسل وأبهى من الزهر وأحلى من المأس، أولها السلام وآخرها الرحمة، على وجه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، أنت كتب رنتي وحين نقول قلنا عتب كي لبات أما قيب كي لبات وعشر كي ندور ذي لبات أن نكون قبل قبل سنة إنه أن نكون صدق مستر أن نكون صدقنا نذي لما أنت بين الله الباري وحين إذا كم هالنقيا درس قصاد الله سعطان وحين هذا سي قد قلنا درس قلنا حقي ما نهر وحين كسر شيء عمر بن مختار وحين كسر شيء كي نش أدي سي قاب كي وعمل كي ورنتي ها شخصي سامين ولا شرع هذا الإسلام كي قاب كي وده بقية ما أنت وحين ختمينا أن ربعينا يوحي إلهي جبري إلهي جرسي أن كسر كوب علم وواسع لكوب مايو أي ربعينا سوق بجبيه أما سوق عن هذا اختتام كان كهل دونا وحن سوق عدن دونا عفر إلى عبرضوين وأسوق الشيخ خشري كتب هالبيت وعن فصير دونا كتب تحيير رنتي أو أمانة وأسوق عن وقتلك أسوق رنتي وكسر سنيا قبت ربعينا يلو ذا رنتي ورال ولا ليال دون الملك سدك جوكتان با كتاب كانوا كتاب رنتي تاريخ ولا فرينت عن ربعين عن ديرو انت انا بلعب وحيت هاي انا ترنتي قنان دان اما اترها لسان فيديو ما لكن كتاب اهان انا تهشان ان شاء الله وين لو ذاك تقيب تم نشادي سان كبلابا يا ونشدت استشهاد عمر بن الخطاب عمر المختار رحمه الله بقوله تعالى وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الساكرين أيضا وحكعت إنه رنتي طبقي سيد قودنا أيضا وحكع عبارة قادنا سئن قفك بالآذن كوكو جريون إذا ما أجل حل كوبا قفك إلهي أولاد دونا ثواب الدنيا إنه سينا إلهي السينا قفك ثواب آخر إلهي لن دونا إنه إلهي السينا لكن واحد أسرتا إلهي إنه جعلي هاي تتك شاكرين تا لأن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن عدد نعم الله فلا يحصى نمعين كلا هدين رنتي سكتين إن نكوبنو كوبي ماينو كوبي كر ماينو لما نكوبي كر تاوا تا نتخذ كبعد ومن سيرة عمر بن الخطاب حكم هذا درس يبا رنتي كوكو الجناية قبل قبدي سو ختام كا استشهادي ختام كيسي ومن سيرة عمر بن الخطاب رضي الله سيرة عمر المختار عطرت مستخلص درسا وعبرا وتقديدا كثيرا في حياتنا المعاصرة شخص وحها ثروذي سيئو لن كو قنانا ذي وحول دقال متلانيه إن معاصرة ذي قابك علم عصري أهيدنا رحمه الله وحقها قفر انتي استجد بكرامة وحاله استشهاده حكاله قاب كرامة ذيسا ولقد كان حاله كما قال تعالى حال كيسنا ملك مؤلف كقري وحو يري سيدنا أي حال كيسها أهيدنا سوقاتي الذين قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أهيدنا بو هذا سوء دري جندري تدكي مركا إذن وذا كل مين إيرين وإيه كل مين إني واحد إذن كان سيبان قد جمعوا لكم واحد إذن كل مين وإيه كل مين فاخشوهم فزادهم إيمانا حالك كزيادة إيمان إيه عبادة إيه حبسي وقالوا رنجرين حسبنا الله ونعم الوكيل إلهي وحسبك هنا وكيلك هنا ومن افتتاح الشخصية الفديت واستقرت المعانية في قلبه فأصبح لا يخشى وحوها الشخص أنا بقين إلا الله متى نصر الله سحابه مركي أي أنت تقالك عزيمتي يهوشي مركي سكوت من متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أيضا وسود ريشن جري أو عن كسوت المامي وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قفك مسلم كانوا حافظ الله إنه إلهي معي سعاده إن الله لا يضر شيئا إلا بضره تبكي سموي إن إلهي اعتمادي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرنيا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تقدو حماسا وتروح بدانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كسر النبي محمد نبي تقولين حديث الشاعات ورنجري وحديث كنا وشغي لو أنكم هديئات تتوكلون التلسارة لهذا على الله قال حق التوكل إذن كورون تقول تلسارة إنسان توكل لما يسترن وإلهي أد أمي سنتيني ذي أجيبه إلهي إذن أقبله آية قرآن ويجرتاء وعن كذلك قدر دون لرزقكم وحو إذن رساق لها كما سيدي ترزق الطير سيدي شمبركي لوقودي تقدو وحيك الله حماسا أيضا لابتايدا بوغ لابسا وتروح بي صلاة بدانا لابتايدا أيضا
ايضا مو حي كو قد ما يلبس ان مو حي كو قد ان شمبرتاسو ان ما يلي وحكه سهل يسمي، لكن بحق التوكل والاعتماد بانها هي اني وح سهل يسوى الهي رزق. هذا مركز النبي صلى الله عليه وسلم صلى صحته آية القرآن كرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم. بمعنى حتى الإلهي ويد سنسان أني أيا إذن مقلع إذن دو إذا أجيب إذا مقلع إيوه ديستا ماشي وحكا عد إن إلهي أنا لا وذا جن كريم وح إلهي مبهنا وكيل إلهي مبهنا. قل والله أحد الله سمد هو الواحد الأحد السمد الذي يسمعك من كل الأماكن حالتك استبه ومن يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله آيدا هصرا محك عدين إسا إلهي إن وحداني يدي سرقه وحداني يدي أي ندتك وكوه كامل جلعون المختار سواب تاسن أسوقاتي وجد قلبي من أوهام الشكلات ومن الشبهات والشهوات نوكا دير هذا بمعنى قفك بالآذن كشهوة لحررته وشبه هذا لحرره قفك وخلال بضن بقليه وحاسر أن إلهي وكبر أحتره مركا. ولذلك كان راسخا كالجبل الأوشم وكان راسخا بارحا ذكيا نوهانين فرنتي آد جيسوة. فمن المراد أنه كان أحيا جميع السنن وحو أهاقف نوليو سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة ولكم في رسول الله أسوة إلهي إلهي وحو إنه قلت المامي إن نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيردي سي سلوكي سي لقول لي بانيو سيردي سونا قب سننا إنا تهي النجاة في الدنيا والآخرة. هل كان وحا كعد قفكم مركو ربينو قائد نغلو محي تهيين وراءه كتاب الكتاب كتاب الله تعالى الكتاب القرآن والسنة والإجماع والقياس إنه أنت الراعي كتابك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك حكم كاسو قادنا كتابك إنه قفك حكم كتابك كحكم من جري وح وكحكم من جري ومدى قائدنا كوا عمر المختار وحان سير النبي صلى الله عليه وسلم وطبيق جري هل كان وحكا عاد إن قفك مسلم دعاء يا رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين إله وصلى الله عليه وسلم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل كان وحكا عاد إن إسلامك ويهي شيء كلية وقفك بلادنك وحلوغ أقبليه.